والميديكال فايلنج دلوقتي نفهم الناس مطبق واحده واحده الموضوع بالظبط ده، كده. ان هيبقى في ملف موجود اونلاين ليك كمواطن مصري برقمك القومي، القضية التانية بقى بيكتب فيه كل دكتور كل حاجة، بيكتب لك دواء، نعم، بيبقى متسجل تلقائيا في الفايل بتاعك ده، فلما حضرتك تروح لدكتور تاني يكتب لك دواء بيتنافى مع الدواء الاولاني بيضرب رقمه هيعمل القومي كده بيطلع انذار. الملف بتاعه على النت، بيقدر يعرف تفاصيله. مشكلة الكلام ده انه لازم يبقى فيري كونفيدنشال، الدخول ليه لازم يكون برقم ثلاثة طبعا، يعني، لان مش اي حد الاسرار الطبية مش سرية المريض للاستعمال طبعا. بالظبط طبعا كده، مش وفي اي حد الوقت يدخل نفسه يعرف كل واحد ده التاني بالظبط عنده كده. ايه. وكذلك الحاله الصحيه المجتمعيه برضو، امن قومي، يعني المساله عايزه حسابات شويه علشان يتم تطبيق هذا السيستم، ولكن ان شاء الله ده في الاستعداد ليه. المشكله الثانيه اللي موجوده في المشكله بتاعت الدكتور اللي اتقبض عليه، انه كان بيمارس حاجه اسمها التطبيب عن بعد. والتطبيب عن بعد ده صرخه ظهر في الفترة الأخيرة في بعد كل كورونا دول بالظبط. العالم اللي عندها الميديكال فايلينج. احنا ما عندناش ميديكال فايلينج، فلا يجوز إطلاقا إن أنا بالتليفون أقول للمريض أشوف اكتب له صورته، روشتة. أو لا يجوز، القانون بيجرم ده، ولو حصل مضاعفات الدكتور يتحاسب. الناس للأسف بتستسهل وشايفة ده حاجة بسيطة، مادام يعني الدكتور لما يرفض ده يبقى معنى كده إن هو عايز يروح من العيادة عشان عشان تاخد يدفع له كاش، الفيزيتا. كلام من كده، لكن الحقيقة إن ضرر بالغ للمريض، إلا إنه ده هيحصل في خلال الفترة القادمة. فعشان كده إحنا يمكن في نقابة الأطباء يوم 27 و28 الشهر عاملين ده مؤتمر موسع، هتحضروا كل الجهات المعنية، كل الستيك هولدرز بتاعت العلاج، بما فيهم حتى وزارة الاتصالات مدعوة، على أساس إن هي جزء مهم جدا في هذه لأن المنظومة. الترويج بيتم من نعم، خلالها. وبالفعل يعني هنحاول نوصل لتقنين، ووصلنا فعلا لبعض الاساسيات الابجديات بتاعت التقنين، ان الكلام ده ما ينفعش يتعمل من اي مكان، لازم يبقى في منصات معروفه للعلاج عن بعد. المنصات دي الى جانب انها تبقى تحت المراقبه، وصعب جدا تسريب المعلومات من خلالها او اختراقها. ثانيا يكون التصوير والتعامل هاي كواليتي، سرعه الانترنت ما تؤثرش على وصول المعلومه، تؤثر على القرار. القرار او المناظره دي تكون في سكند فيزيت، مش تكون اول مره، يعني في اعاده التقييم. انا يعني اول انا مره لازم اروح للدكتور لازم يشوفني اشوفه بنفسه. وافحصه واخد الداتا واشوف الفايل بتاعه ويبقى عندي الداتا بتاعته وعرفته. في تاني مره ممكن بقى ساعتها اشوف البروجريس عامل ايه، ما انا عارف اللي هيحصل، فساعتها ممكن يبقى ده مسموح بيه. وبرضه في بعض التخصصات ما ينفعش ما خالص. كانش. فاحنا يعني عاملين برضه في نقابه الاطباء دعوه لكل الجمعيات تقريبا، او معظم الجمعيات، لان الوقت بتاع المؤتمر يومين مش كافي، معظم الجمعيات العلميه عاملين لهم دعوه علشان يقولوا لنا هو ايه في التخصص بتاعهم ينفع يكون يتعمل عن طريق التطبيب عن بعد. يعني انا اقدر اخد قرار بان العيان ده عنده التهاب زاد شوية عن الالتهاب اللي أنا شفته، ممكن، لكن ما أقدرش أخد قرار بأن الالتهاب وصل لمرحلة إن أنا أعمل له باتري مثلا. يبقى في ديسيجنز معينة أو قرارات معينة لابد إن أنا أشوف العيان بنفسي وأكون موجود، حتى لو كان عياني وشفته قبل كده مرة واثنين وثلاثة.